عندي رز بالحمص والفراخ، عندي فرخه متقطعه 8 قطع، ورز بسمتي مغسول وبرده منقوع ربع ساعه، حمص مسلوق، قرفه وحبهان وملح وفلفل وكركم وبهارات مشكله وسمنه وشرايح بصل. تمام، تعالوا نبدا نشتغل في الوصفه. عندنا عندي حله كده هكون مسخناها عشان ابدا انزل احمر فيها الفراخ اللي عندي. استم هات لي شويه طاسه كده، حمر لي شويه من البصل. شويه طاسه شويه بصل في الطاسه. تعالوا بقى ايه نحمر الفراخ. عندي الفراخه اهي زي ما قلت لكم كده مقطعاها على 8 وشايله الجلد منها. طبعا على حسب ما انتم حابين اعملوا، على 4 قطع، على 8، عايزينها مخليه خالص من غير عظم، يعني على حسب ما انتم حابين تشتغلوا مفيش مشكله خالص. هحط كده حته سمنه كده، ماشي اهي، حله سخنه اسخنها عشان لما انزل بالفراخ اعرف ايه، تبقى الفراخ كده تاخد صدمه كده وتبقى جوسي كده من جوه وما تنزلش ميتها. اهو هبدا كده اجيب الفراخ من الناحيه اللي تحت دي وهبدا ان انا احمر فيها من غير اي حاجه خالص. عايز اسيح بس السمنه اللي فيها، بسيح السمنه اهو. تمام كده هبدا بقى ايه اشوح كده بالشكل ده. كده عايزه احمر عايزه احمر الفراخ كويس جدا. تمام، عشان تبقى متحمره من كل الجوانب. خلاص انا كده خلاص هاخد كده شويه بصل من دول. تمام بالشكل ده، وهعفرهم بشويه دقيق اهو كده بالشكل ده كده اهو، عشان ابدا ان انا احمرهم في الزيت. تمام، عايزاه شويه بصل كده متحمرين مقرمشين زي بتوع الكشري كده بالظبط. هخلي كده الزيت يسخن وابدا ان انا احمرهم فيه. البصل التاني ده هستخدمه عندي في الوصفه مع الفراخ. تعالوا بقى نتبل شويه الفراخ اللي عندي. احط شويه بهار مشكل او بهارات فراخ لو حابين، او نوع بهار معين انتوا بتحبوا مثلا طعمه. هحط عود قرفه كده وشويه حبهان عشان تشدلي اي زفاره موجوده في الفراخ. حط شويه كده كركم اهو بالشكل ده، وشويه فلفل اسود وشويه ملح اهو. انا كده كده الملح هملح كمان بقيه الرز، يعني هملح لبقيه الرز. هشيل الحاجات خلاص اللي مش عايزاها، هرجعها كده ورا. وتعالوا نصفي الرز. عندنا انا الرز نقعاه، يعني غسلته ونقعته حوالي ربع ساعه اهو الشكل ده كده اهو، عشان نبدا نستخدمه. عندي بقى الحمص اهو، تعالوا بقى ندي تقليبه كده للفراخ من الناحيتين. بصوا الفراخ من الناحيه الثانيه هي ابتدت تتحمر، اديها تقليبه مع البهارات اللي احنا حطيناها. اهو عندنا طاقة على الصف اهو. بصوا بنحمر كده كل الفراخ من كل الجوانب. انا بحبها متحمرة يعني تحميرة حلوة كده، ما تبقاش يعني مجرد متشوحة كده اهو. بصوا اهو كده شايفين اللون بتاع الفراخ ابتدت تتحمر. برضو من الناحية التانية هعملها بنفس الطريقة، وهبدأ اجيب البصل عليها كده، شوية بصل من البصل عادي الشرايح الني اللي انا مش هحمره اهو. واحط كده ايه شوية بصل كده حلوين، هقوم مشوحاهم مع
الفراخ ومع السمنه ومع شويه البهارات اللي انا حطيتها، بهارات مشكله او بهارات فراخ وشويه كركم وملح وفلفل اسود. تمام اهو. حابين وانتوا بتفلفلوا الرز ده تزودوا برده مكعب مرقه، ممكن تعملوا كده. حابين تستكفوا بالبهارات اللي احنا حطيناها برده تمام. وحطينا طبعا حبهان وعود قرفه كده بيديني طعم وريح حلو قوي للفراخ. خلاص في الوقت ده هبدا ان انا احط الحمص اهو، هديله برده تشويحه. تمام. وهبدا بقى ايه، انزل بال الميه السخنه اهو، هغطي كده الفراخ بالشكل ده واسيبها تغلي غلوه قبل ما احط الرز بتاعي اهو. انا حطاها طبعا ميه سخنه، فيعني الميه عموما مش هتاخد وقت ان هي تغلي من كتل اهي، فهديها غلوه كده واحده مع الفراخ تنزل كده البهريز بتاعت الفراخ وطعم الفراخ في المرقه اللي احنا حاطينها، وبعد كده هنقوم حاطين الرز بتاعنا.